كنت أسمع جدتي رحمها الله ورحم الله أمواتكم جميعا تقول دعاء وتردد دعاء. بعدين بحثت عن هذا الدعاء سبحان الله وجدته في قصة يرويها ابن بشكوال بسنده إلى الإمام أحمد بن العطار عن أبيه. أبو أحمد بن العطار يعني محمد بن العطار يقول كان لنا جار فأسره وظل في الأسر 20 سنة، وحتى أن أهله يعني حاولوا إطلاق سراح ولكن أيسوا، صار عندهم يأس أنه يخرج، فما يعرفون هو ميت ولا طيب، زوجته وأولاده يأسين منه. يقول محمد بن العطار يقول بينما أنا ذات ليلة السجين، يقول السجين يكلم والد أحمد بن العطار، يقول بينما كنت في السجن ذات ليلة أفكر بأولادي ومرتي وكيف أنا تركت أولادي، يقول دائما أبكي وأدعي ربنا، ويعني العدو أسر وخلاص باقي في هذا الأسر، والأسر سابقا كان صعب مرة صعب. يقول بينما أنا في سجني وإذا وجدت طائر ينزل على شجرة فوق حائط عند حائط السجن، وسمعت هذا الطائر يدعو بهذا الدعاء. طبعا هل يمكن الطائر يدعو؟ أيوة يمكن يدعو، وربما ربنا فهم هذا الإنسان لغة الطير هذا، يعني أنت تظن أن الطائر يتكلم كلام ولكن هو يتكلم بلغة زي الزقزقة، ولكن هذه الزقزقة وهذا الصفير اللي يصدر الطائر هو لغة، لكن هناك من الناس من أفهمهم لغة الطير، زي سيدنا سليمان كان وسيدنا داود علمنا منطق الطير، فربنا علمه هذا المنطق. فهذا السجين لما شاف الطائر عند حائط السجن فهم منه دعاء وصار يسمع إليه، والدعاء يظل يكرره هذا الطائر. إيش يقول الطائر في دعائه؟ وأنتم تعلمون قصة سيدنا سليمان مع الهدهد وكيف تكلم الهدهد وتكلمت النملة، يعني أمر وارد هذا الأمر، عشان واحد يقول إنه هاي هل هي خرافات؟ لا، هي ممكن تتحقق. هذا الطائر يقول فتعلمت من هذا الطائر هذا الدعاء، وظليت أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء 3 ليال متتابعة، كل ليلة بس ماسك هذا الدعاء وأدعي به. يقول ثم نمت فما استيقظت، يقول لما نمت صحيت وإذا أنا عند أهلي وبلده في دولته وعند فوق سطح داري. يقول فنزلت من فوق السطح إلى عيالي، يقول لما شافوني ارتعبوا، بعد 20 سنة الحين شايفينه لأنه حالته رثة ودقنه طويلة وشعره. يقول بعدين انسروا وعرفوا أنه أنا أبوهم. يقول بعدين بعد ما رجع إلى أهله ربنا سبحانه وتعالى يسر له الرجوع بطريقة إعجازية، يقول حججت ذهبت إلى مكة للحج، يقول بينما أنا أطوف حول الكعبة صرت أدعي هذا الدعاء. يقول وإذا برجل كبير يمسك يدي، يقول له من أين لك هذا الدعاء؟ كيف تعلمت هذا الدعاء؟ فإن هذا الدعاء لا يدعو به إلا طائر ببلاد الروم. يعني سبحان الله إيش عرفه هذا الرجل. يقول فحدثته لما عرفت أنه هذا الشخص يتكلم بكلام ما حدا عارفه، يقول فحدثته بقصتي وبما جرى علي وأني كنت أسير ببلاد الروم وتعلمت الدعاء من هذا الطائر. فقال له صدقت. الرجل الشيخ اللي مسك يده قال له صدقت، كلامك صحيح. يقول فسألته من أنت؟ فقال له أنا الخضر، الخضر عليه السلام. والخضر هناك روايات كثيرة وأهل التحقيق عارفين أنه هو، طبعا هناك من قال أنه هو توفي، ولكن أهل المعرفة وأهل التحقيق والروايات هو ما زال موجود إلى يوم
إلى آخر أيام الساعة إلى ظهور الدجال إلى أن وقتها يستشهد الخضر عليه السلام. فيقول الدعاء اللي قلته 3 ليالي وراء بعضها وظليت مستمر فيه ما حسيت بنفسي إلا أنا عند أهلي، سأقول لكم هذا الدعاء اللي تعلمته بصراحة من جدتي رحمه الله. الدعاء تقول: اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار، ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره وسهله، ولا بحر إلا يعلم ما في قعره وساحله. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه، ومن أرادني بسوء فخذه، وأطفئ عني نار من أشب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي. يا من كفاني كل شيء، اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق، يا شفيق يا رفيق، فرج عني كل ضيق، ولا تحملني ما لا أطيق، أنت إلهي الحق الحقيق، يا مشرق البرهان، يا قوي الأركان، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، يا من لا يخلو منه مكان، احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني في كنفك الذي لا يرام، إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت، وأني لا أهلك وأنت معي. يا رجائي فارحمني بقدرتك علي، يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عليم يا حليم، أنت بحاجتي عليم، وعلى خلاصي قدير، وهو عليك يسير، فمن علي بقضائها، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا أسرع الحاسبين، ويا رب العالمين، ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب لي أو لنا كما استجبت لهم، برحمتك عجل علينا بفرج من عندك، بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا هذا الدعاء اللي أنا دعوت به وربنا سبحانه وتعالى نجاني من هذا الضيق اللي كنت فيه. فهذا الدعاء الحقيقة هو أقره الخضر، فهو دعاء للخضر أيضا. فمن دعا هذا الدعاء في أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه ما فيه من ضيق ومن أسى ومن ألم هو فيه. حقيقة هذا الدعاء جزء منه كان موجود في حديث أقره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يرويه الإمام الطبراني بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي، وهذا الأعرابي كان جالس يدعو في صلاته ويقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا يعلم
ما في قعره ولا جبل إلا يعلم ما في وعره، اجعل خير عملي اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. يقول فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الدعاء طلب من واحد من الصحابة، قال له بس يخلص الصلاة ائتني بهذا الأعرابي. فظل جالس الصحابي إلى أن خلص الأعرابي صلاته، فقال له النبي يبغاك، فراح هذا الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي كان عنده هدية، جاءته هدية فيها ذهب كثير. فلما أتى الأعرابي النبي شال من الذهب وداء، عمل له يعني زي الكيس وداء للأعرابي، قال له هذه هدية لك. وقال له ممن أنت يا أعرابي؟ من أي بلد أنت؟ من أي قبيلة؟ قال له أنا من بني عامر بن صعصع. فقال هل تدري لما وهبت لك هذا الذهب؟ تعرف لي أنا هديتك إياه؟ قال له علشان في قربة، في رحم بيني وبينك يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم إن للرحم حقا، ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على الله عز وجل. إذن هو من الأدعية المرة طيبة أرجو أن ننتبه لها، وأنا حأكتب لكم هذا الدعاء في صندوق الوصف، من أراد أن يحفظه وأن يعلمه وأن يقوله. أبعد الله عنكم الملمات والخطوب والمضايقات، لكن لو حدث لك أو لغيرك يمكن أن تدعو به. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أحبكم بلا حدود، فمان الله.